ماما نتكلم معاك في موضوع. شو يا ماما بدك؟ حبيبتي يا ماما انا ناوي اتجوز. انت اللي ما سمعتش؟ الصراحة انا بحب بنت وناوي اتجوز. بتحب؟ ولا كاني سمعت. مالك اذا نحتي بدك تتجوز يعني؟ ايش فيه؟ لا نسيت. ما هوش وراي شغل غيرك انت الحين. ايوه يا اخوي سمعك يا حبيبي. طيب بتحب ومشيناها ولا كنا سمعنا. بتتجوز؟ انا قلتلك تتجوز مش قلت يعني شي تاني. طيب شو المطلوب؟ يعني المطلوب انك تروحوا تخطبوا لي بنت الناس، يعني اللي انا بدي اياها وتشاء تضيع من ايدي. بدك تروح تخطب؟ يعني بدك اني اروح طب قبل ما نروح نخطب بنت الناس، طيب خليني اتكلم معك في الاول. تفضل يا ماما. اول شيء لما نروح نخطب بنت الناس خلصت جمعيتك؟ يا ماما طبعا ما خلصتش جمعيتي يعني، بس انه هيني ماشي على الطريق. ما خلصتش. طيب ماشي معك شهادة؟ ما اكيد مش هيكون عندي شهادة لو ما خلصت جمعيتي. لما خلص جمعيتي هيكون عندي شهادة. والله. طيب عندك وظيفة؟ لا. ماشي. طيب يا حبيبي السؤال اللي هيحيرني، عندك شقة ولا حتجيب لي اياها تسكنني اياها عندي في بيتي؟ انا اصلا حكيت الموضوع لبابا وهو قال حيساعدني بالمصاريف الشقة، انه انا مصدق يعني. بابا ماشي. شو الجيل هذا اخر الزمن؟ بابا بده يجوزك، بابا بده يصرف عليك، بابا بده يسكنك بشقة. مش فاهم ايش الرياكشن تبعكي هذا اللي قلب فجأة. خلتنا اول زي الشحرورة صباح. صدقت لما قالت على البساطة ويا عيني على البساطة. شوف يا ابني انا عشان مديرة مدرسة حروح معاك عشان اشوف عمايلك وشو جياباتك ونشوف هالبنت اللي اخترتها وحبيتها تتجوزها. ماشي يلا امشي. اذا بدكوا تشوفوا شو صار مع ابني لما روح نخطب بنت الناس لإله، ما عليك غير تحطه أكتر من 1000 لايك. وأهم شي شو توقعاتكم حيصير في لحظة الخطوبة؟ اكتبوا تحت بالتعليقات. والله يعيننا على أولاد آخر زمن تبعون الآيباد واللابتوب والفيسبوك والإنستجرام ومش عارف شو، وإحنا علينا نسمع وخلص وننفذ. وكمان اشتركوا بالقناة. يلا منشوفكم، مع السلامة.